احنا مراية لنفسنا. يعني ايه احنا مراية لنفسنا؟ كل انسان مراية لنفسه. في ناس كتير يا جماعة بيبقى مش عاجبها حاجة في شكلها، حاجة في نفسها، حاجة في طباعها، بصوا مش عاجبهم اي حاجة في اي حاجة، وده على فكرة بيبان علينا، فبيخلي الناس اللي اول مرة تتعامل معانا يوصلها نفس الاحساس، فده بيقلل مننا، بيقلل مننا، فما بيقلل مننا بنعامل اللي قدامنا اكتر من حجمه، وبيوصلنا احساس اللي قدامنا ما بيحبناش، اللي قدامنا بيعاملنا على اننا قليلين، ما فيناش مميزات. طب ما احنا وصلنا الاحساس ده اللي قدامنا. لا يا جماعه، لا، احنا قدرنا كبير، ولو اتعاملنا على الاساس ده هيوصل اللي قدامنا يعاملنا احسن من يعني مما كنا نتخيل. لازم يا جماعه، احنا كده ما بنحبش نفسنا، لازم نحب نفسنا علشان يعني نجبر اللي حوالينا اللي هم يتعاملوا معانا على هذا الاساس اللي احنا قدرنا عالي، لان ده احساس بيوصل، احساس بيوصل للي قدامي. وكمان نحب اللي حوالينا بطريقة صحية. ربنا خلقنا في احسن حال وفي احسن صورة، ليه يا جماعة ما نرضاش عن شكلنا؟ ربنا من اللي بيدينا روح وشكل. الجمال مش جمال الشكل، الجمال جمال الروح، طباع، شخصية، في حاجات كتيرة قوي. ما توصلوش للناس اللي قدامكو احساس اللي هم يعملوكو على قدر قليل، لانكو قدركو كبير جدا.